أجليت أنا أنه هناك تحسينات في التصنيف لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، وأؤكد هذا اليوم هناك تحسين في التصنيف لأساتذة المراحل الثلاث. بخصوص القانون الأساسي للأستاذ، نعم. يعني كان هناك بعض التصريحات مؤخرا أن هذا القانون الأساسي لم يستفيد من تحسينات تأتي في صالح الأستاذ، ما مدى في التصنيفات، ما مدى صحة هذه التصريحات يعني؟ وسؤال عن موعد تطبيق هذا القانون الأساسي، خاصة أنه إعادة النظر تمت بقرار من سيد رئيس الجمهورية. نعم. ناخذ سؤال من حسن. حسن زيزي شوقي، معالي الوزير، مصالح وزارة التربية مدت جسور تواصل بين مصالح الوزارة الوصية وأولياء التلاميذ. نعم. أين وصلت قضية الرقمنة وقضية التواصل بين مصالح التربية وأولياء التلاميذ؟ شكرا. زيدو بلاد سؤال تاخذ بكالوريا. فارس تفضل. سؤالي لم تجبني عليه. كيف وصلت رقمنة نعم. تسجيلات نهاية السنة وين وصلت؟ التسجيلات ما سمعتش قبيل في سؤالك، التسجيلات سالتني على اعاده السنه. تسجيلات البكالوريا. نعم نعم نعم. شكرا. اذا نبدا بالبدايه، اذا السؤال الخاص بالاخت الفاضله بخصوص القانون الاساسي خاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصه بالتربيه الوطنيه. القانون كما تعلمون امر به السيد رئيس الجمهوريه. يعني في سنه 2020 من اولى قرارات السيد الرئيس بخصوص، يعني السيد الرئيس يعطي اهميه بالغه لقطاع التربيه ويتابع ما يحدث في التربيه بدقه، ويعني كل المجهودات تبذلها الدوله لترقيه المربي في بلادنا. بالنسبه لهذا القانون، يعني تنفيذ لقرارات السيد رئيس الجمهوريه، قمنا ابتداء من يوم 25 اكتوبر 2021 بالشروع في لقاء، كان هناك لقاء مع كل الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية، يعني النقابات، ووضعنا مخطط عمل، وتم اللقاء، يعني كانت هناك جلسات مع الشركاء على مدار 18 اجتماع، أين كل الشركاء أدلوا بدلوهم وأعطوا اقتراحاتهم ومقترحاتهم، ووثقوا ذلك في وثائق سلمت لوزارة التربية الوطنية. تلا بعد ذلك 16 لقاء ثنائي، كانت نقابات أردت أن تستزيد في النقاش وكان لها ذلك، والتقينا كل نقابات وعددها 16، إذا 18 زائد 16 كان 34 اجتماع، ثم كان اجتماع آخر جامع أين تم إطلاع كل النقابات على كل يعني ما تقدمت به النقابات الأخرى لتنسيق الرؤى ولإعلام الجميع بما تحمله هذه الاقتراحات. ثم هذا المشروع ذهب إلى اللجنة الخاصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وأخذ 22 اجتماع، ثم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ثم على مستوى مجلس وزاري مشترك، ثم أمام مجلس الوزراء السيد الرئيس، ومن حرصه، من شدة حرصه على مصلحة الأستاذ ومصلحة المربي، أمر ب وأعطى إشارة لإضافة أمور أخرى للأستاذ وكان ذلك. أما تحدثوني عن التصنيف، التصنيف أنا يعني لكن تذكروا تقدروا ترجعوا للتصريحات تاعي في يوم 27 ديسمبر 2022 بمدينة وهران. كانت لي زيارة كهذه وقدمت تصريح وأجليت أنا أنه هناك تحسينات في التصنيف لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، وأؤكد هذا اليوم هناك تحسين في التصنيف لأساتذة المراحل الثلاث، وليس إلا التصنيف، هناك أمور كثيرة، هناك خاصة في الابتدائي إعفاء الأساتذة تاع الابتدائي من كل مهام غير البيداغوجية التي كانوا يؤدونها في السابق وهم مشكورين وأدوها بكل روح مسؤولية وبكل قبول، الآن وبفضل قرارات السيد الرئيس هؤلاء سيعفون من كل ما هو غير بيداغوجي ليتفرغوا لأداء مهامهم. تعرفوا أنه تم قرر السيد الرئيس كذلك أنه التربية البدنية تكون من طرف مختصين، وهذا يدخل في إعفاء الأساتذة غير المختصين بالقيام من هذه المهام. تم إدماج أكثر من 45 ألف مشرف في الابتدائي للقيام بالمهام التي كان يقوم بها الأستاذ، وما إلى ذلك من يعني أمور تصب مباشرة في مصلحة الأستاذ. كذلك إجراءات أخرى كثيرة قد لا يتسع المجال لذكرها لأنها كثيرة، وهذا ليس بالكثير على أساتذتنا وعلى مربينا، الفضل يرجع لله في
كمان السيد رئيس الجمهوريه الذي اعطى الاشاره واعطى دعم للقطاع لتكون كل هذه المكاسب، تم الحفاظ على كل المكاسب التي كانت مكتسبه من قبل وستكون مكتسبات اضافيه ان شاء الله، تم تخفيض الحجم الساعي، تم يعني وان اعددتها لن احصيها هذه المكاسب، وان شاء الله لما تكون المصادقه على سالتني على الاجال، لما تكون المصادقه على هذا القانون على مستوى مجلس الوزراء سيتم الاطلاع عليه وسترون الكثير من المكتسبات والكثير من المستجدات. اسال الله ان يوفقنا جميعا ونبقى دوما ودائما في خدمه الاستاذ وفي خدمه المربي وفي خدمه كل موظفي القطاع، لان المنظومه التربيه هي القاطره للمجتمع، وباصلاحها ستكون يعني هي اولى لبنات اقبال المجتمع على محطات كبرى اخرى اجتماعيه لفائده كل الجزائر والجزائريين. اذا اطمئنكم ان المكاسب تم الاحتفاظ عليها، هذا التصنيف اللي سالتني عليه يتحسن بالنسبه لاساتذه المراحل الثلاث وامور اخرى تطلعون عليها ان شاء الله حال اعلاني عليها حال خروج هذا القانون. بالنسبه للسؤال الاخر اللي شكون اللي كان طرحه؟ الشروق. الشروق سالتني على اولياء تلاميذ، اطمئنك سيدي المحترم عندنا احنا ثلاث تنظيمات معتمده تنشط وطنيه تنشط لفائده ابنائنا التلاميذ وتمثل اولياء التلاميذ على المستوى الوطني، التنسيق جاري والتشارك جاري، وخصصنا يعني فرقنا انا خصصنا فضاء الاولياء اللي هو في تزايد مستمر، عندنا عدد كبير من الاولياء يتجاوز يعني نظن المليون ونص تاع اللي راهم منخرطين في هذا الفضاء، ونسعى الى المزيد بالتنسيق مع الاولياء لان الاولياء هم طرف فاعل في العمليه التعليميه التعلميه. هناك المؤسسه التعليميه، هناك الولي، وهي لان التلميذ يعيش ربما في المؤسسه اكثر ما يبقى في المنزل تاعو، وفي هذاك الوقت هذاك احنا نتواصل ونتعامل مع الاولياء، والاولياء دورهم كبير لانهم يزودوننا ببعض الاراء ببعض المقترحات، وكان دوما ودائما مقترحاتهم واسهاماتهم صائبه. بالنسبه لتسجيلات الامتحان شهاده البكالوريا وشهاده التعليم المتوسط، تعلمون في هذه السنه الجديد كذلك فرقنا انا هو اننا درنا تسجيلات بصفر ورق، ما كانش ورق، كانوا حتى وخاصه الاحرار، ناخذ واحد مثلا قرا في الجزائر العاصمه وراه يسكن درك في اضرار ولا يسكن في ايليزي، باش يسجل لازم يجي يخرج السيرتيفيكات سكولاريتي تاعه، يخرج الشهاده الدراسيه تاعه تاع السنه الثالثه باش يسجل بها. هذه ما بقات حتى التسديد، ما بقاش يروح يتنقل ويسدد، درنا تسديد يعني بالبطاقه تاع الذهبيه، والتسجيلات كان المرحله تاعها استنفذناها، وابتداء من اول اكتوبر هذا كما لاحظتوا زدنا فتحنا هذه الارضيه ان شاء الله وبحوله لتصحيح، لانه ولادنا كيسجلوا ارواحهم ربما يكون خطا هنا او هناك، اللي عنده خطا مفتوحه له الفرصه من حتى راح تروح حتى 15 فبراير لتصحيح ما قد يكون من اخطاء في هذا التسجيل. العمليه تسير على ما يرام، وان شاء الله نتمنى ونسال ربي عز وجل التوفيق لابنائنا في هذين الامتحانين، خاصه امتحان شهاده البكالوريا اللي هو مصيري وحساس، وتعرفوا انتم الوزن والثقل تاع هذا الامتحان. نظن جاوبتك سيدي. حميد مسيد. وي. Vous avez dit quoi, s'il vous plaît? Oui. Malheureusement, il y a beaucoup d'établissements qui connaissent un plan état de bien qui sont très avancés. Est-ce que Tizi Ouzou ne mérite pas un plan Marshall pour le renouvellement de l'infrastructure éducative? نعم. معروف ولاية تيزي وزو. شكرا من فضلك فقط. ياسين العماني مراسل قناة الكمانيت. دونك معروفة ولاية تيزي وزو بأنها في الرابعة العاشرة في الكونكور تاع عيسى كيدير أحسن عيسى رابح عيسى. هل حان الوقت أن نوقف التربية البيئية على مستوى النشاطات؟ نعم. سيد الوزير رجاء الحمد الكريمة البشعة التي راحت ضحيتها التلميذة تدرس في السنة التحضيري قرب المؤسسة التربوية، يعني هنا البارح برك تمت الشيعة ثمانية، يعني
يشر ان المشتبه فيه عامل في المؤسسه التربويه، يعني معطيات الاوليه للتحقيق، هل شغل الدوافع الجريمه الشخصيه ولا لها علاقه يعني بالتدريب احنا تلميذه وثاني المشتبه. شكرا بارك الله فيك. سيدي الوزير، درسنا قناه العقيدي، هل هناك لقاءات مبرمجه في هذه السنه مع النقابات المعتمده في القطاع من اجل الدخول في الانشغالات؟ شكرا بارك الله فيك. شكرا. اذا بالنسبه لي صحيح، وانا سعيد لهذا، وهذا شرف كبير للولايه الطيبه التي نحن بها في اليوم، ولايه تيزي وزو جديره بالتحيه والاحترام في نتائجها المدرسيه، وهي تتربع العاص منذ سنوات في نتائج امتحان شهاده البكالوريا، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الجديه في هذه الولايه في كل مستوياتها. يعني الجديه هي كل يعني الدور، ما هو الاختلاف؟ ربما هذه النتيجه اضافه الى انها تنم عن تكفل، تنم عن الكثير من الامور، لكن كذلك دور الاولياء هو فاعل. هناك يعني مجهود كبير، وهذه حقيقه نسعد بها. يبقى انه زاريديك ابتزول نويت با داتر تيزي وزو قبل ان تكون في مخططناها في قلوبنا كسائر الولايات، والبرامج تعطى، لانه البرامج لما تكون برنامج تاع التنموي عندنا الولايات، عندنا الوضعيه تاع الولايات، عندنا السيدات والساده الاولى تيقدموا واش عندهم من حاجه لتاهيل لترميم تعطى حسب الاولويات اللي تجي اللي يقروها والسلطات المحليه، لانه ما نقدرش ربما في سنه واحده نكفل كلش، نحطوها على سنوات، ولكن الاولويه اللي جينا من الولايات احنا نحترموها. اذا السيد الوالي ولا المجلس الشعبي الولائي ولا كل السلطات القائمه في الولايه ترى ان ذلك المشروع اولى من ذاك المشروع وهي ادرى منا على المستوى المركزي، نحن نحترم هذاك التنظيم وهذاك الترتيب. لكن تاكد سيدي المحترم ان كل المجهودات رانا نقوم بها، وانا كنت في هذه الصبيحه في حديث مسؤول مع السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي اللي رفع لي بعض الانشغالات، وراح نبعث لجنه هنا تجي بعيني مكان ان شاء الله ونطلع الامور، ولكن فيه امور اللي تقتضي التدخل المستعجل لسبب ما لن نتاخر ان شاء الله. بالنسبه ل شكون البيئه وي نعم شكرا. البيئه في البرامج اللي تكون على علم سيدي المحترم، البيئه في برامجنا هي افقيه، موجوده كبعد افقي في كل المواد، ما كانش ربما ماده مخصصه للبيئه، لانكم تحصرها في ماده ستكون لكن درناها في الثانوي ستكون قصرا على ماده او في المتوسط. البيئه موجوده في كل البرامج كاهداف عرضيه في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي، وحتى في إعادة صياغة البرامج اللي نحن على وشك الانتهاء منها، هذا البعد وأبعاد أخرى مأخوذة بين الاعتبار للاستزادة في رصها في برامجنا لمواكبة المجهود الذي تقوم به الدولة في هذا المجال. بالنسبة للأخت الكريمة، كان هناك حادث وكان قلتي المعتدي هو عامل في المؤسسة، ماهوش انه صفته العامل هو اللي اداته، هذا 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 قام بعمل القانون كاين يحاسب عليه والمسؤوليه ستحدد. المؤسسه التربويه والضحيه التلميذه في نفس المؤسسه التربويه، واش في رايك واش المطلوب من المعطيات الاوليه من التحقيق يعني الدوافع حتى لو كانت شخصيه ولا علاقه يعني اولا انا نعم اكيد تسالي في وزير التربيه، هذه من اختصاص المصالح المختصه، وحتى لو كان عندي المعلومه ما نقدرش نعطيها لك لانه احترام للتحقيق والمصالح تاعنا تخدم خدمتها. كي يخلصوا ان شاء الله ويديروا، احنا شفنا الحمد لله رانا في الجزائر الجديده، النواب العامون وكلاء الجمهوريه كي تكون قضيه كيما هكا كي يستخلصوا واش كاين يخرجوا يمدوا، ما كناش بكري نديروا هكذا. اذا اختي تنتظر وين تتم الامور، وانت هي وانا والناس الكل تعلم ماذا كان، وكل واحد ياخذ مسؤوليته والقانون سيحكم الجميع. مازال ما خلصش سؤال فكرني سيدي محبوش النهار اي على قلت لي سي فارس انا اللقاءات مع النقابات.
النقابات حنا عندنا 29 نقابة نشيطة في قطاع التربية الوطنية، نعتبرها قوة اقتراح، نعتبرها قوة مرافقة، قوة دعم، قوة لفت الانتباه، قوة المشاركة في حل حالات وحل الإشكالات التي قد تطرح هنا أو هناك. ونحترم كل النقابات المعتمدة ونعمل كل معها كلها، وستكون إن شاء الله لقاءات سنبرمجها تكون قريبة، أين ستكون لقاءات ثنائية لكذلك الإصغاء لكل ما ترفعه هذه النقابات من انشغالات سنتكفل بكل ما كان شرعي وقانوني منها. إذن العمل الاجتماعات ستبدأ بعد أيام، وإن شاء الله قطعنا أشواط كبيرة في النقاش مع النقابات سواء على مستوى التسيير أو التسيير يعني الشؤون العامة، الشؤون اليومية والشؤون الخاصة بالموظفين. قطعنا كذلك شوطا طويل في تحضير القانون الخاص، وسنلتقي مع شركائنا الذين نحترمهم والذين نشهد بالقيمة المضافة التي يأتون بها كلما التقيناهم للمضي إلى أمام إن شاء الله، وإلى ترقية الجانب المهني الاجتماعي من أداء المنظومة التربوية ككل. يكتفي بهذا. شكرا. أعطيكم الصحة.